اليوم محاضرتنا في مجال تطبيقات الالتراساوند أو الأشعة فوق الصوتية. Objective: by the end of the section, the student learning about type of ultrasound imaging, أنواع التصوير بالأشعة فوق الصوتية. ASecond method of ultrasound, طريقة المسح بالموجات فوق الصوتية تسمى ASecond. و B-scan method وطريقة المسح بالموجات فوق الصوتية تسمى B-scan. و ultrasound method لقياس الحركة واللي هي طريقتين عندنا. ASecond motion وطريقة المسح تسمى ASecond. و the Doppler technique وطريقة المسح وطريقة تقنية Doppler. Type of ultrasound imaging, أنواع الصور بالأشعة فوق الصوتية. عندنا ASecond method ultrasound, طريقة الأشعة فوق الصوتية نسميها احنا ب amplitude scan. To obtain the depth of structure in the body, تستخدم هذه الطريقة للحصول على عمق التراكيب في الجسم. This procedure is called ASecond method of ultrasound diagnosis. واطلق على هذه الإجراء طريقة ASecond التشخيص الموجات فوق الصوتية. A plus for ASecond work typically a few microseconds long. They are usually emitted at 400 to 1000 pulses over second. طبعا نبضة واحدة من ASecond تعمل عادة بضع ميكرو ثانية وتبعث عادة بمعدل 400 إلى 1000 نبضة بالثانية. وهذه الموجة نوعها Transmitted Plus وDefected Plus وReflected Plus. بعدين راح نجي على شرح التوصيل. Ultrasound device consists of a transducer and transmitter plus generator, compensating amplifiers, the control unit for focusing, where digital processors and system for displaying. طبعاً جهاز الموجات فوق الصوتية على العموم يتكون من هذه المكونات الآتية: محول نسميه transducer ومولد ترانسميتر مولد نبض مرسل. يعني هو جهاز يتكون اول شيء من محول يعني يولد الصوت موجات فوق الصوتية، وكذلك هو نفسه يستلم الإشارة من موجات صوتية اول شيء. بعدين شغلة ثانية انه كومبنسيتنج امبليفاير ومكبرات الصوت، دائما الإشارة الراجعة تكون ضعيفة فاحنا لازم نكبرها حتى نقدر نعرف شيء الاستيعاب مالتها. The controller unit for focusing ووحدة التحكم والتركيز، وديجيتال بروسيسر والمعالجات الرقمية حتى تحولنا موجة صوتية إلى أرقام نقدر نقرأها، وسيستم فور ديسبلاي وأنظمة العرض، اعتذر أن القراءة على الشاشة فنسميها أنظمة العرض. طبعا هاي الاستخدامات الأيسكان It used in case of abdominal cardiac maternity gynecological urological and cervicovascular examination, breast examination and small pieces of tissue, as well as in pediatric and operational review. تستخدم في الحالات التالية في الأيسكان هي فحص البطن والقلب
والأمراض الأمومة وأمراض النساء والمسالك البولية وفحص الثدي أو قطع صغيرة من الأنسجة، وكذلك في طب الأطفال ومراجعة العمليات. هاي استخدامات الـ ASecond method. راح نمثلها بمخطط التالي. الآن خلينا نشرح شنو هذا المخطط. أول شيء يتكون من ترانسديوسر اللي هو المحول، والبيكر عبارة عن عنصر الجسم وداخله الماء H2O وقطرة D. The sound is reflected from the other side of beaker of water and returned to the transducer which acts as receiver. يعني هنا احنا بنسوي محول طاقة، هذا خلي ترسل نبضات الأشعة فوق الصوتية خلال الدورق الزجاجي، هذا الدورق الزجاجي من خلال الماء بقطر دي. الصوت هو ينعكس من الجانب الآخر، هذا الجانب هذا الدورق ينعكس هنا ويرتد ويرجع إلى المحول، هذا ينرحي يصدر راح ينعكس منها راح يرجع للمحول، وهو يعمل كموصل ويحول صدى إلى إشارة كهربائية. تظهر لنا على الأوسيلوسكوب إشارة كهربائية ويتم إظهارها كانحراف عمودي R، هذا هو R في الأوسيلوسكوب. ولأن الـ R يتوهن هذا أو يضعف بسبب وجود الماء، لتكون قيمة الإشارة R أصغر من الموجة المرسلة. شوف لاحظ هنا موجة مرسلة، هذا مبدأ عمل الـ ASecond. إذا موجة تنطلق منها من تيم المحول وترتد هنا، هذا الماء يتمر خلال الماء وترتد من جانب الآخر وتنعكس وتسجل لنا القراءة من خلال الترانسيودر، وهنا يسجل الـ R، ولهذا راح تحول الى اشاره كهربائيه متمركزه. هذا مبدا على مبدا عمل الـ ASecond. ASecond ultrasound refer to a one dimensional amplitude modulation scan that's most commonly used for measurement of axial length v over This is equal to 2D over T. تشير الموجات فوق الصوتية ASecond إلى مسح تعديل السعة أحادي البعد، وهو الأكثر استخداما لقياس الطول المحوري، يعني أو الأكس أكسس. يعني إحنا هنا طريقة ASecond هو يستخدمون فقط one dimension أو بعد واحد هو قياس الإكس، وممكن تحويل المسافة إلى الوقت وبالعكس من خلال استخدام معادلة السرعة 2D over T. استخدمنا 2D 2 لأن هي الذهاب والإياب يصير عندنا مرتين بنضربها في 2 حتى نطلع السرعة ونقدر نحول من البعد إلى الزمن. لاحظ هذا الأوسيلوسكوب، هنا تظهر الإشارة ونقدر نقيس النبضة الموجودة ويحولها حسب القياس السرعة والمسافة والزمن. The time required for the sound pulses to travel from the T to the far side and return to the T is indicated on the horizontal scale. مثل ما شفنا الصورة السابقة، فتظهر لنا المسافة الموجودة هنا، نقدر تظهر لنا المسافة ونقدر نحولها إلى سرعة ونقدر نحولها إلى الوقت. فهذا الوقت ممكن تحويله للمسافة بواسطة استخدام سرعة الصوت في الماء المعروفة. Application of ASecond. تطبيقات في هذا النوع من الفحوصات. Measure and differentiate tumors and follow up. Biometry for accurate axial length
measurement for IOL calculation morphological characteristic, AC depth, corneal thickness, lens thickness, and relative position. في هذه النوع التطبيقات يمكن قياس الآتي: قياس الأورام وتفريقها ومتابعتها، والقياسات الحيوية لقياس الطول المحوري الدقيق لحساب IOL والخصائص المورفولوجية، ونقدر نقيس سمك القرنية، كذلك سمك العدسة والموقع النسبي. الآن نأتي على النوع الثاني، هو VScan Method Brightness Scan، هو يسمى المسح نوبي أو مسح السطوع. VScan method is used to obtain two-dimensional view of parts of the body. إذن هذا النوع من VScan يستخدم للحصول على رؤية ثنائية الأبعاد لأجزاء الجسم عكس الأي سكان يستخدم بس يعني أحادي الأبعاد. الآن VScan يستخدم ثنائي الأبعاد. لاحظ هاي الصورة توضح لنا، نقدر نشوف شكل الجسم 2 dimension. راح نرجع المبدأ. مبدأ عمل هذا الجهاز: the principles are the same of the ASecond except that the transducer is moved. إذا نفس مبدأ عمل الASecond اللي شرحناه سابقا، ما عدا أن المحول ما راح يتحرك. هناك المحول ثابت، شفناه على الدورق، هنا المحول يتحرك على مود حتى نحصل 2 dimension. هذه الصورة توضح كيفية مبدأ العمل VScan. ولاحظ هنا في النقطة A هذا المحول، المحول هنا يتحرك باتجاه اليمين، راح يقوم بتسجيل الأصداء الموجودة في هذه الحركة. يعني لو تحرك راح الصورة البعد اللي أمامه راح يسجل هذا، والأوسيلوسكوب لاحظ الشكل، وقاعدنا جوانب حتى نسجل البعد الثاني، هذا راح يتأرجح أو يدور، حاول نفسه يتأرجح وينتقل، راح يسجل الجانب الثاني. فهنا تظهر الصورة بالجانبين الأول والثاني. إذا حركتين، حركة إلى اليمين وحركة دورانية أو متأرجحة، راح تكون عندنا صورة متكاملة 2 dimension وتكون صورة أوضح. هذا مبدأ عمل VScan. Application of VScan. تطبيقات في نوع المسح نوع B. In VScan method can be detect pregnancy as early as the 5th week and can provide information about uterine anomalies. In many cases, X-ray provide less information than VScan at more risk. في طريقة VScan يمكن الكشف عن الحمل في وقت مبكر من الأسبوع الخامس، يمكن أن نوفر معلومات حول تشوهات الرحم. كذلك نلاحظ أنه إن كثير من التطبيقات من الأشعة السينية توفر معلومات أقل من البي سكان، مخاطر أكبر، يعني إنه البي سكان أفضل من الأكس راي في بعض المعلومات اللي نحتاجها. Also the application of VScan ultrasound in the planning of radiation therapy treatment. كذلك ممكن أن توفر لنا معلومات، VScan يوفر لنا معلومات تخطيط العلاج الإشعاعي، حيتوفر البي سكان مسح السطوع ويوفرنا مقطعا عرضيا لأبعاد العين. Ultrasound to measure motion. الموجات المقصدية لقياس الحركة. هذا تطبيق آخر من تطبيقات. Two methods are used to obtain information in the body with ultrasound. هناك طريقتان
للحصول على معلومات جسم موجات طاقة صوتية لقياس الحركة. هو the M scan motion with the Doppler communication. إذا طريقتين راح نجي على الأولى the M scan motion. The M scan mode is used to record the motion of internal organs such as that the heart and the heart valves and the study of heart dysfunctions. حيث يستخدم الماسح لتسجيل حركة الأعضاء الداخلية مثل القلب صمامات القلب وفي دراسة ضعف القلب حيث يتم الحصول greater resolution is obtained in the ultrasonic imaging by using the higher frequencies shorter wavelengths حيث يتم الحصول على دقة أكبر بالتصوير في الموجات الفوق الصوتية باستخدام تغريدات أعلى أي طول موجي أصغر آلية العمل المسح نوع أمسكان The transducer is held stationary as in the ASecond and the echoes appear as dot in BScan طبعا آلية العمل هو يتم تثبيت محاور الطاقة كما هو الحال في الاي سكار وتظهر الصدى كنقاط كما هو الحال في الاي سكار راح نستخدم طريقتين الام سكان يستخدم طريقتين يستخدم الاي سكان ويستخدم البي سكان الام سكان موشن if we put an object in the middle of the beam way we will get three peaks and if we vibrate the object record in the continuous chart will get away. في الامسكان إذا وضعنا جسمًا في منتصف طريق الشعاع فسوف نحصل على ثلاث قمم. لاحظ هنا هذا محاور الطاقة في المنتصف وخلينا في الجسم راح نحصل وإذا اهتز الجسم وقمنا بتسجيله في مخطط مسافة فنحصل على موجة ولذلك راح نحصل على موجة فراح نستخدم الطريقتين هو الـ A والـ B سكان. ويكون التسجيل حركة الجسم. الطريقة الأخرى لقياس تبع الحركة هي الدوبلر تكنيكيون أو تكنولوجيا أو تقنية دوبلر which is used to measure blood flow وهي تستخدم لقياس تدفق الدم. طبعا خلينا نتعرف على مبدأ دوبلر اللي تدارسيه بالإعدادية. If a source of sound of frequency F naught move toward the listener, the waves begin to catch up with each other. The wave gets shorter and so the frequency gets higher, the sound has a higher pitch. إذا تحرك مصدر صوت لتردد F في اتجاه المستمع تبدأ الموجات في اللحاق ببعضها البعض ويصبح الطول الموجي أقصر وبالتالي يصبح التردد أعلى. إذا هاي التقنية اللي هي تتغير من المصدر إلى المستمع بتغير طول الموج تغير التردد راح نستخدمها when it's moving away from him. الصوت ذو نغمة أقل عندما تبتعد عنه. شيء أكيد. When the listener is moving toward the source, then he is moving away from it. كما أن لها تكون طبقة الصوت أعلى عندما يتحرك المستمع نحو المصدر أكثر مما عليه عندما يبتعد عنه. إذا تحرك نحو المصدر راح يكون طبق الصوت اعلى، اذا ابتعد عنه شيء اكيد تعرفون راح يكون اعلى. هاي الطريقه راح نستخدمها في قياس تدفق الدم. The frequency change is called the Doppler shift. التغير التردد يسمى تحويل دوبلر. اذا خلينا نتعرف شلون راح نستخدم تقنية دوبلر أو دوبلر شيفت في قياس سرعة تدفق الدم. When this
we use this principle to work out how fast a blood cell moves. نستخدم هذا المبدأ المعروف مدى سرعة تحرك الدم. Ultrasound reflects all the blood's cell and causes a donor shift. تنعكس الموجات الصوتية من خلال الدم وتسبب تحويل دونر. وكذلك important to note that the effect does not result because of an actual change in the frequency of the sound. لازم ننتبه انه لا تسبب تفاتج لهذا الدوبلر افكت تحصل تغيير فعلي في تكرار المصدر نوع المصدرين وانما هو نتيجه دوبلر شيفت لان خلايا الدم تعتبر كمصادر للطول الموجي او التردد. كذلك إن for example the speed of blood an artery which does not exceed about 0.4 meter a second even the heart. سرعة الدم في الشريان واللي تتجاوز حوالي 0.4 متر على الوحيد على السكن حتى في الشريان الأورد. When an ultrasound beam is aimed at an artery, the waves reflected from the moving blood cell exhibits a Doppler shift because the cell then acts as a moving wave source, and from this shift, the speed of the blood can be found. عندما يتم توجيه حزمة الموجات فوق الصوتية إلى الشريان لأن الموجات المنعكسة من خلال خلايا الدم المتحرك تظهر تحول دوبلر لأن الخلايا تعمل كمصادر موجية متحركة من هذا التحول يمكن العثور على سرعة الدم أو موجة سرعة الدم. دوبلر افكت نرجع مره ثانيه خلينا نشرح دوبلر افكت عن طريق المعادلات وشلون نستخرج سرعه قلنا احنا سرعه تدفق الدم احنا نقيس الظاهره دوبلر زين شلون راح نقيس اذا دوبلر افكت تشينج ان ذا ويف لينث وذ سبيد اذا في هاي راح يتغير عندنا طول الموجي والسرعه مقياس دوبلر افكت اذا بهذه الطريقه راح نقدر نقيس سرعة تدفق الدم. لاحظ when the blood is moving at the angle theta from the direction of the sound wave the frequency f dash is عندما يتحرك الدم بزاوية theta مع اتجاه موجة الصوت اللي احنا راح نسلطها تلاحظ المعادلة ايش راح تكون؟ F داش اللي هو الفريكونسي الناتج بعد تأثير انعكاسه من خلايا الدم سمنا 2F نوت على في V على V سمول V كوساين ثيتا. Where F نوت is the frequency of the initial ultrasound wave. الاف نوت هو تردد الموجه فوق الصوتيه اللي سلطناها على خلايا الدم. وفي از ذا فيلوسيتي اوف بلود احنا الفي هي اللي نستخرجها لشكل سرعه تدفق الدم. وفي از ذا فيلوسيتي اوف ساوند وهذه البي هي سرعة الصوت اللي احنا سلطناها على خلايا الدم فمن خلالها وثيتا ايضا هي عبارة عن هي الزاوية بين سرعة الدم وسرعة الصوت فكل الجهاز راح يقيسها من المعادلة
كلها معلومة مع أحداث التدفق الدم إحنا راح نطلعها. من خلال هذه المعادلة راح نستخرج إحنا سرعة الدم. لاحظ هذه المعادلة أحاول حتى نفهمها أكثر، وهذا الكلام اللي قلته حتى تكون واضحة. هذا الترانسيودر اللي سلط، أو ترانديوسر اللي سلط الأشعة أو الموجات فوق الصوتية بتردد ألف نوت. لاحظ هذا تردد ألف نوت وين؟ على الخلايا الدم اللي تمشي بسرعة، هي V، هذا V وهذا هنا هاي V اللي احنا نريد نستخرجها، وهاي الزاوية بين الموجات فوق الصوتية وبين اتجاه سرعة الدم. طبعا بعد ما انه يتسلط الاشعه هذا فوق اف نوت راح تنعكس بتردد اخر هي اف داش. هذا الاف داش راح يقيس الجهاز، اذا هاي معلومه الاف نوت اللي سلطنا عليها، واف داش معلومه، واحنا عندنا سرعه الصوت اللي سلطنا عليها، اذا بقت عندنا الزاويه ايضا معلومه، بقى بس بي راح تستخرج وتتحول الى اشاره كهربائيه ونقدر نطلع سرعه تدفق الدم لدينا الجهاز. The ultrasound probe emits an ultrasound wave. A stationary blood cell reflects the incoming wave. With the same wavelength, there is no Doppler shift. عندما تعكس خريطة الدم الثابتة، يعني غير متحركة، دم غير متحرك ثابتة، الموجة الواردة بنفس الطول الموجي، لا يوجد انزياح دوبلر. اذا احنا ظاهرة دوبلر او تقنية دوبلر انه على جزء متحرك، فاذا خلية الدم واقفة لما نيجي نطبق القانون راح يطلع طول الموجي نفسه الساقط والمنعكس، فهنا ماكو ظاهرة دوبلر فما نقدر نقيس سرعة الدم. اما الحالة الثانية two blood cell moving away from the probe reflects the incoming wave with the longer wavelength. تنعكس خلية الدم الذي يتحرك بعيدا عن المسبار الموجة القادمة ذات الطول الموجي الأطول. يعني إذا هاي خلية الدم تنعكس وبعيدة عن المسبار هذا راح شو يسوي؟ انه راح يكون الطول الموجي هو اكبر من الطول الموجي الساقط، لذلك نقدر نقيسه ويسموها، وهنا يصير عندنا دوبلر شيفت ونقدر نحدد السرعه. في الحقيقه In reality, there is actually two Doppler shifts. عندنا شنو؟ هناك نوعين من Doppler shift. The first one occur between the probe and the moving blood cell. الأول يحدث بين المسبار وخلية الدم المتحركة. إذا والثانية the second one occur in the red blood cell refracted the ultrasound. تحدث عندما تنعكس خلايا الدم الحمراء الموجات فوق الصوتية. إذا عندنا نوعين، النوع الأول وضح هذا الرسم، لاحظ هذا الرسم أنه يحدث عندما تسقط هاي تعكس الأشعة من خلايا الدم المتحركة بعيدة عن المصدر وهذا انعكاس، والنوع الثاني هي خلايا الدم نفسها راح تعكس موجات المسمار أو طول الموجي للريسيفر. وهذا نعم the blood cell move toward the probe. إذا اتجهت خلايا الدم باتجاه المسمار أو البروب
it reflected the incoming wave with the shorter wavelength. راح تعكس الموجات من غايدة بطول موجي أقل من طول الموج الساقط. إذا عندنا نوع نوعين، نوع بعكس اتجاه البسمار راح يطلق الموجي أكبر من طول الموج الساقط، والنوع الثاني الخلايا الدم باتجاه البسمار تقترب، إذا طول الموجي راح يكون أقل من طول الموجي الساقط. Doppler effect blood flow in artillery. هنا راح ندرس تأثير دوبلر بقياس دفق الدم في الشريان. The Doppler flow meter is a particularly interesting medical application of the Doppler effect. مقياس دفق دوبلر وتطبيق طبي بشكل خاص لتأثير دوبلر. This device measures the speed of blood flow using the transmitting and receiving elements that are placed directly on the skin. طبعا هذا الجهاز يقيس هذا الجهاز تدفق الدم باستخدام عناصر الإرسال والاستقبال تضع مباشرة على الجلد. يعني مثل ما قلنا انه تأثير دوبلر انه يرسل اشارة، يضع الجلد يرسل اشارة بتردد معين، ومن ثم راح يسقط على خلايا الدم بزوايا معينة، ومن ثم يعكسها راح نقدر نقيس تدفق الدم من خلال المعادلة اللي قلت لكم عليها مال دوبلر. راح تكون تطلع لنا أرقام بقياس سرعة تدفق الدم في الشريان. دوبلر إيميجينج كومباين إيميجينج أند دوبلر، تصوير دوبلر، الجمع بين التصوير وظاهرة دوبلر. Use both normal ultrasound imaging and Doppler imaging. وهذه التقنية تستخدم كل من التصوير العادي بالموجات فوق السطحية وتصوير دوبلر. Use to image blood flow، حيث يستخدم التصوير لقياس تدفق الدم. From the change in frequency, the speed of the blood flow can be determined. حيث من التغير في التردد يمكن، تغير في التردد يمكن أن نحصل سعة تدفق الدم. مثل ما قلت لكم نحن ظاهرة دوبلر بنسلط عليها موجات راح يصير عندنا تغير في الدم في التردد، لذلك راح نقدر نقيس سعة تدفق الدم. ولدينا تطبيق آخر عندنا ultrasound imaging carotid artery، التصوير الموجات فوق الصوتية في الشريان السباتي. Doppler imaging looks at artery، ينظر أو يبحث تصوير دوبلر إلى الشريان. Get image and trace of blood flow، للحصول على صورة تتبع تدفق الدم. A healthy artery, the flow is smooth and all in the same direction, like water in the large slow river. إذا كان الشريان صحي راح نقدر نعرفه من التدفق، راح نشوف راح نقدر نلاحظ التدفق سلس وكله في نفس الاتجاه مثل الماء في نهر كبير وبطيء. لاحظ انه هنا حتى هاي الصورة راح تبين عندنا تدفق الدم وصورة واضحة. فهذا التصوير بالجمع بين ظاهرة دوبلر والتراساوند. A carotid artery, the flow is not all of the same direction. It is turbulent like a rapid in the river. This is usually due to the blood of a fatty deposits in the artery. لاحظ في هذه الصورة التدفق ليس كله في نفس الاتجاه. لاحظة هنا يعني ما راح اتجاه واحد وإنما شفنا صعد ونفس اتجاه وإنه مضطرب مثل منحدر النهر. لاحظ تحدث هذا عادة بسبب تراكم الترسبات الدهنية في الشريان. إذا إحنا
خلال هذه التقنية تقنية دوبلر مع الصور نقدر أن نشوف نوع تدفق الدم في الحالة الصحية والحالة المرضية. إذن هناك عدة تطبيقات لهذا الدوبلر، فراح ناخذ على نفس المبدأ اللي شرحناه سابقا the Doppler flow meters can be used to locate regions where the blood vessels have narrowed since greater flow speeds occur in the narrowed regions. According to the equation of continuity in addition, the Doppler flow meter can be used to detect the motion of the fetal hearts as early as 8 to 10 weeks after the conception. مقياس دفق دوبلر راح طبعا يشتغل على نفس المبدا اللي شرحناه سابقا اللي هو تغير في التردد والطول الموجي، فيمكن استخدامه لتحديد المناطق التي تضيق فيها الاوعيه الدمويه. اذا راح يعطينا بيانات وصور جاهزه لهذه الحاله، حيث تحدث سرعه تدفق اكبر في المناطق الضيقه وفقا لمعادله الاستمراريه. بالاضافه الى ذلك يمكن استخدام مقياس دوبلر للكشف عن حركة قلب الجنين في وقت مبكر من 8 إلى 10 أسابيع بعد الحبل. Ultrasound imaging, four-dimensional Doppler ultrasound. This is a complicated image of the hairs of a fetus. This shows the blood moving between the ventricles and arteries. هذا تسمى بالتصوير الفوق الصوتي و 4 dimension Doppler ultrasound. شو يعني 4 dimension؟ هذه الصورة تكون دقيقة جدا ومعقدة وراح تصور لنا حركة الجنين. يعني احنا بالاضافة الى 3 دايمنشن بالالترا ساوند راح نضيف لها البعد الزمني بصير 4 دايمنشن دوبلر الترا ساوند. وهذه التصوير بالموجات فوق الصوتية صورة تكون صورة معقدة لقلب الجنين ويظهر الدم يتحرك بين البطينين والشرايين. فهنا راح تظهر لنا حركة الجنين وراح أعطيكم الفرق بين الـ 4D و 3D و 2D. Ultrasound safety. Ultrasound is energy and is absorbed by tissue causing heating. Two-dimensional ultrasound have been used to image the fetus for about 15 years. It is thought to be completely safe and does not cause significant heating. الموجات الأمان في الموجات الصوتية. الموجات فوق الصوتية هي طاقة تمتصها الأنسجة مما يسبب التسخين. حيث تم استخدام الموجات فوق الصوتية ثنائية الأبعاد لتصوير الجنين لمدة 50 عام تقريبا، يعتقد أنها آمنة حتما ولا تسبب تسخينا كبيرا. إذا تقنية 2 dimensional ممكن لنا صورة واضحة أو فيديو، بس هي استخدموها لمدة 50 عام وكانت آمنة لأن لا تسبب تسخين الجسم. But 4 dimensional ultrasound is new, required more energy and therefore generated more heating. We think it is safe. تعتبر الموجات الصوتية رباعية الأبعاد جديدة تتطلب المزيد من الطاقة وبالتالي تولد مزيدا من التسخين بالجسم وتعتقد أنها آمنة. السؤال هو should we use it to diagnose fetal illness? Should we use it to make video of healthy babies for parents? هل يجب الأسئلة نطرحها؟ هل يسبب استخدام هذه الأشعة تشخيص مرض الجنين؟
هل يجب أن نستخدمها لعمل مقاطع فيديو لأطفال أصحاء؟ تلاحظ الفرق بين الوضوح في الصورة 2 dimension, 3 dimension, 4 dimension, high density. 2 dimension اللي شرحناها فقط ثنائي الأبعاد تعطينا صورة ثنائية الأبعاد, بينما 3D تعطينا صورة أوضح مجسمة, وال 4D هنا تعطينا صورة إضافة إلى تحرك الجنين تحركاتها أوضح, والهاي دنسيتي تعطينا صورة بعد أوضح من ال 4D بالتقنيات الحديثة. طبعا كل ما ننتقل من 2 3D إلى 4D إلى هاي دنسيتي نحتاج إلى طاقة أكبر, راح تسبب ارتفاع حرارة في الجسم, إذا تأثيراتها تصير أكبر. The physiological effect of ultrasound. Ultrasound may induce thermal and non-thermal physical effect in tissues. Non-thermal effect can be achieved without thermal effects. Thermal effects of ultrasound upon tissue may include increased blood flow, reduction in muscle spasm, increased extensibility of collagen fiber, and the pro-inflammatory response. It is estimated that thermal effect occur with the elevation of tissue temperature to 40 to 45 centigrade for at least 5 minutes. Excessive thermal effect seen in particular with the high ultrasound intensities may damage the tissue. فسيولوجي الموجات فوق الصوتية قد تؤدي الموجات فوق الصوتية إلى تأثيرات فيزيائية حرارية وغير حرارية في الأنسجة, ويمكن تحقق تأثيرات غير حرارية بتأثيرات حرارية أو بدونها, وقد تشمل التأثيرات الحرارية الموجات فوق الصوتية على الأنسجة منها هو زيادة دم فوق الدم والحد من تشنج العضلات وزيادة قابلية تمدد أرياف الكولاجين والاستجابة المسببة للالتهابات. وتشير التقديرات إلى أن التأثيرات الحرارية تحدث مع ارتفاع درجة حرارة الأنسجة من 40 إلى 45 درجة مئوية لمدة 5 دقائق على الأقل, وقد تؤدي التأثيرات الحرارية المفرطة التي تلاحظ بشكل خاص مع ارتفاع شدة الموجات فوق الصوتية إلى تلف الأنسجة. إذن هناك تأثيرات كلمة على التقنية من 2 dimension إلى high density و 4 dimension راح احنا نخاف من ارتفاع درجات الحرارة خصوصا مع الوقت من 40 إلى 45 وتؤدي إلى تأثيرات جانبية. إذا thank you very much لحسن الإصغاء, أتمنى لكم الموفقية إن شاء الله. شكرا جزيلا, مع السلامة.